بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله طلبتنا الأعزاء الأفاضل وأسعد أوقاتكم. نتواصل معكم في تقديم سلسلة محاضرات الفسلجة الطبية المقدمة من قبل الدكتور الاختصاص ميسم محمد حسين الكعبي. وصلنا وإياكم إلى Unit 2 Blood and Body Fluid Lecture 7 Part 3. طبعا بالمحاضرة السابقة احنا هاي الصور أيضا اتكررت حتى تكون دائما أمام نظركم وتقدرون تفهمون تفاصيل المحاضرة من خلال هذه الصور الموضحة اللي هي الوايت بلاد سيل تايب مالتها النيتروفي اللي احنا حكينا عنها بالمحاضرة السابقة الجزء الأول والثاني. ووصلنا الآن وإياكم إلى الإيوزينوفيل وراح نتحدث أيضا عن البيزوفيل المونوسايت واللمفوسايت. الإيوزينوفيلز play an important role in the defense mechanism of the body against the parasites. إذا يعني وظيفة الإيوزينوفيل هذه الخلية النوع الثاني من خلايا الكريات الدم البيض المحببة ذات الحبيبات وظيفتها دفاعية ضد وظيفتها يعني الدفاع عن الجسم من الطفيليات الباراسايتس. During parasitic infections there's a production of a large number of eosinophils which move towards the tissue affected by parasites. اذا خلال يعني الالتهابات او الالتهابات اللي متسببة بسبب الباراسايت بسبب هذه الطفيليات راح ينتج عدد كبير من هذه الخلايا الإيوزينوفيل تتحرك باتجاه النسيج المتأثر بهذا الباراسايت. إيوزينوفيل count increase also during allergic disease like asthma. وأيضا الإيوزينوفيل أيضا وين يعني أهميته هذا الخلية أهميتها إنه عددها يزداد خلال الأمراض التحسسية مثل أمراض الربو الأسمى نسميها الربو. Eosinophils are responsible for detoxification إزالة السموم مسؤولة عن إزالة السموم والdisintegration تفكيك and removal of foreign proteins وإزالة البروتينات الغريبة. Mechanism of action of eosinophils are neither markedly motile nor vagostic like neutrophils. طريقة أو ميكانزمية عملها مو من خلال حركتها ولا من خلال أيضا الـ يعني التهامها مثل عمل النيتروفيلز. Some of the parasites are larger in size. بعض الطفيليات تكون كبيرة الحجم. Still eosinophils attack them by some special type of cytotoxic substances present in their granules. إذا الإيوزينوفيل راح شلون راح ترتبط بها من خلال نوع خاص من المواد السامة موجودة بالحبيبات اللي بداخلها. When released over the invading parasites لما تتحرر هذه المواد السامة فوق هذا الطفيلي يعني الداخل إلى الجسم from the granules these substances become lethal تصبح هذه المواد السامة قاتلة and destroy the parasites وتحطم لنا الطفيليات. The lethal substances present in the granules of eosinophils and released at the time of exposure or to parasites or foreign proteins are the following. شنو هاي المواد السامة؟ طبعا هاي التسميات ما يحتاج ترجمتها مجرد انه تنحفظ بما هي موجودة لان حتى لو ترجمت للعربي يعني راح يستفاد منها واحد شيء. فعلى هاي تسميتها ان شاء الله راح تستفادون من تعرفون كل واحدة شنو اهميتها. Eosinophil peroxidase. This enzyme is capable of destroying helminths, parasitic worms, bacteria, and tumor cells. شو أهمية هذا الإنزيم؟ قادر على تحطيم الديدان الطفيلية والبكتيريا والخلايا السرطانية. Major basic protein. It is very active against helminths. أيضا جدا فعالة ضد الديدان الطفيلية. It destroys the parasitic worms by causing distension, ballooning, and detachment of the tegmental sheath, skin-like covering of this organism. هذا النوع من lethal substances قلنا راح تحطم الديدان الطفيلية من خلال انتفاخه مثل البالون
وانفصالها عن الغطاء الجلدي اللي يغطيها اللي نسميه skin like covering. Number 3 is eosinophil cationic protein. This substance is the major destroyer of helminths and it is about 10 times more toxic than اللي قلنا قبلها major basic protein. فعشر أضعاف عملها أكثر من المادة السامة اللي قبلها. Major basic protein, it destroys the parasites by means of complete disintegration. تحطم الطفيلي من خلال التفكيك التام لها. And it is also neurotoxin. وأيضا تعطي أيضا تسبب لسموم عصبية أيضا, يعني سم الخلايا العصبية الموجودة في الطفيلي. Eosinophil derived neurotoxin, it destroys the nerve fibers, particularly the myelinated nerve fibers. إذا نتحطم الخلايا أو الخيوط العصبية وخصوصا اللي هي مغطاة مادة الميلين اللي يسموها myelinated nerve fibers. Number 5, cytokines. Cytokines such as interleukin 4 and interleukin 5 accelerate inflammatory responses by activating eosinophils. أيضا هذه المواد اللي تفرزها هذه السيتوكينز تعجل من العمليات الالتهابية من خلال تحفيز هذه الكريات الدم البيضاء. These cytokines also kill the invading organism, وأيضا تقتل هذه السيتوكين الكائنات الغازية للجسم. خلصنا الآن من النيتروفيل, إيزينوفيل. Now we talk about basophils. Basophils play an important role in healing processes. أهميتها في عملية الشفاء. So their number increased during healing process. لذلك عددها يزداد في هذه العمليات. Basophils also play an important role in allergy or acute hypersensitive reactions. أيضا تلعب دور مهم في التحسس أو نسميه إحنا فرط الحساسية الحاد. This is because of the presence of receptors for immunoglobulin E in basophil membrane. وهذا طبعا سبب شنو؟ بسبب وجود مستقبلات للإيمونوغلوبولين E الموجود بالغشاء البيزوفيل. Mechanism of action of basophils. Functions of basophils are executed by the release of some important substances from their granules. تحرر بعض من المواد. هذه المواد راح يعني نتحدث عنها. Number one, heparin is essential to prevent intravascular blood clotting. مادة الهيبارين تمنع تخثر الدم. منين تنفرز هي من البيزوفيل. الهستامين, slow reacting substances of anaphylaxis, مواد تكون ذات تفاعل بطيء وتسبب لنا يعني تظهر وين بالحساسية المفرطة. Bradykinin and serotonin, these substances produce the acute hypersensitive reactions, تسبب الحساسية المفرطة الحادة by causing vascular and tissue responses. Proteases and myeloperoxidases, المادة الثالثة تفرز لها basophil, these enzymes destroy the microorganism, تحطم الطفيليات أو أن الأجسام الداخلة إلى الجسم. يعني المايكرو أورغانزم. Cytokine such as interleukin 4 accelerate inflammatory response and kill the invading organism. أيضا عندنا مادة الانترلوكين 4 أيضا مثل تحدثت عنها قبل قليل أيضا accelerate تحفز أو تعجل من عمليات الالتهاب السريعة وتقتل الأجسام الغريبة الداخلة إلى الجسم. الماس سيل. ماس سيل is a large tissue cell resembling the basophil. هذه الماس سيل هي تشبه يعني خلية تشبه البيزوفيل. Generally mast cells are found along with the blood vessels. موجودة هي بالأوعية الدموية and are permanently seen in the areas such as the skin, mucosa of the lungs and digestive tract, mouth, conjunctiva and nose. هذه الماس سيل موجودة حقيقة, موجودة بالجلد نلقاها, موجودة بالأغشية المخاطية, الرئتين, الجهاز الهضمي, الفم, ملتحمة العين والأنف. These cells usually do not enter the bloodstream.
طبعا هي موجودة بالأوعية الدموية ولكن ما تدخل داخل البلاد ستريم. الأوريجين ماست سيل ار ديفلوبد ان ذا بون مارو، أصلها من النخاع العظم. But their precursor cells are different، ولكن يعني الخلايا السلفية مالتها الأصل مالتها مختلف. After differentiation بعد التمايز the immature mast cells enter the tissue، عندما تكون غير ناضجة راح تدخل النسيج الأنسجة. And maturation of the mast cells take place only after entering the tissue، هي تدخل طبعا تكون غير ناضجة وعند دخولها إلى الأنسجة راح تكون تكتمل عملية النضوج مالتها. Functions: mast cell plays an important role in producing the hypersensitivity reactions like allergy and anaphylaxis. إذا تلعب دور مهم في إنتاج التفاعلات المفرطة بالتحسس، قلنا الحساسية مثل الحساسية allergy and anaphylaxis. When activated the mast cell immediately releases various chemical mediators from its granules، راح يعني تحرر لنا مواد كيميائية أو وسائط كيميائية من الحبيبات الموجودة بداخلها into the interstitium. Two types of substances are secreted by the mast cell. First one performed mediators، وسائط مسبقة التشكيل. These substances are already formed and stored in the secretory granules، هي حبيبات إثراء يعني هذه المواد موجودة أصلاً متكونة ومخزونة بداخل الحبيبات الإفرازية في هذه الخلايا. These substances are histamine, الهيبارين، histamine, هيبارين, serotonin, hydrolytic enzymes, proteoglycans and chondroitin sulfates. النوع الثاني newly من الماست سيل، المواد اللي تفرزها الماست سيل، newly generated mediators، الوسائط المتولدة حديثا. فقلنا أصلاً وسائط كانت مسبقة التشكيل أو متكونة أصلاً بالسكريتري جرانيولز إذن ومخزونة، وأكلها أصلاً هي متولدة حديثاً. هذه are absent in the mast cell during resting conditions، يعني أصلاً غير موجودة في حالات يعني عدم الاكتيفيشن، عدم التنشيط. And are produced only during activation، فقط من تتنشط أو تتحفز راح تكون هذه المواد تتولد حديثا. These substances are arachidonic acid derivatives such as leukotriene C and prostaglandin and cytokines. الدور الآن نتحدث على الـ agranular white blood cells اللي هي قلنا المونوسايت والليمفوسايت. المونوسايت are the largest cells among the leukocytes like neutrophils. Monocytes are also motile and vagocytic in nature، أيضا متحركة وطبيعتها التهامية للأجسام الغريبة. These cells wander freely through all tissues of the body، تتحرك بحرية خلال كل أنسجة الجسم. Monocytes play an important role in the defense of the body، وأيضا وظيفتها دفاعية للجسم ضد أي microorganism غريب يدخل. Along with neutrophils, these leukocytes provide the first line of the defense، تعتبر الخط الدفاعي الأول مثل ما قلنا مثل neutrophils. المونوسايت secrete interleukin 1 colony stimulating factor، هاي مختصراتها زين. Platelet activating factor. Monocytes are the precursors of the tissue macrophages، تعتبر هي المصدر الرئيسي للتشو ماكروفاجز. Matured monocytes stay in the blood only for a few hours، بقاها بالدم لساعات قلائل. ولكن afterwards these cells enter the tissues from the blood and become tissue macrophages، فهي وجودها بالدم ساعات قليلة ومن تدخل الأنسجة تدخل على شكل تشو، تكون موجودة على شكل تشو macrophages يسموها بلاعم الأنسجة. Example of the tissue macrophages are Kupffer cells in the liver, alveolar macrophages in the lungs، بالكبد نوع يسموها Kupffer cell، والalveolar macrophages يسموها بالرئتين، والmacrophages in the spleen في الطحال. The functions of the macrophages in the ingest and eliminate microbes and dead tissues.
العملية الالتهامية initiate the process of tissue repair تصليح الأنسجة و secrete mediators of inflammation central do the initiation and propagation of the inflammatory reactions و macrophage lymphocyte interactions. النوع الثاني من الـ agranular lymphocyte agranular white blood cells اللي هي نسميها عندنا lymphocytes. Lymphocytes play an important role in immunity تلعب دور رئيسي في المناعة. Functionally the lymphocytes are classified into two categories namely T lymphocytes and B lymphocytes. T lymphocytes are responsible for development of cellular immunity مسؤولة عن المناعة الخلوية تطور المناعة الخلوية وال B lymphocytes are responsible for development of humoral immunity مسؤولة عن تطور المناعة الخلطية. Leukopoiesis هذا المصطلح شنو معناه؟ is the development and maturation of leukocytes إذن هي تطور ونضوج الكريات الدم البيضاء. Stem cells committed pluripotent stem cell give rise to leukocytes through various stages. زين إذن هذه الخلية الأم الرئيسية هي اللي تعطينا الكريات الدم البيضاء من خلال مراحل متعددة. Factors necessary for leukopoiesis. Leukopoiesis is influenced by hematopoietic growth factor and colony stimulating factor. Colony stimulating factor are proteins which cause the formation of colony forming blastocysts. Blastocytes, colony stimulating factor are three types. Granulocyte, colony stimulating factor, من تنفرز من المونوسايت والإندوثيليال cells. Granulocyte, monocyte, colony stimulating factor, هذا المختصر مالتها secreted by the monocyte والإندوثيليال cells and T lymphocyte. والمونوسايت colony stimulating factor secreted by monocyte and endothelial cells. هذا هنا عندنا رسم توضيحي لبلوريبوتنت ستيم سيل زين كولوني فورمينج بلاستوسايت تعطينا كولوني فورمينج يونت اللي بعدين تعطينا ريد بلاد سيل وكولوني فورمينج يونت ام اللي تعطينا البلايتلت. هذا كولوني فورمينج بلاستوسايت طبعا كولوني فورمينج يونت المايلوبلاست تعطينا برومايلوسايت والمونوبلاست طبعا هذا هي طبعا شقين هنا الكولوني فورمينج بلاستوسايت واللمفويد ستيم سيل الليمفويد ستيم سيلز اللي تعطينا الليمفوبلاست واخر شيء تعطينا الليمفوسايت اللي احنا من خلال هاي المحاضره حكيناها. بقت عندنا هنا المايلوبلاست تعطينا برومايلوسايت وتعطينا المونوبلاست. البرومايلوسايت تعطينا نيتروفيل بيزوفيل اند ايوزينوفيل والنيتروفيل مايلوسايت تعطينا نيتروفيل ميتا مايلوسايت بعدين تعطينا نيتروفيل البيزوفيل مايلوسايت تعطينا بيزوفيل ميتا مايلوسايت تعطينا بيزوفيل وإيزونوفيل مايلوسايت تعطينا إيزونوفيل ميتا مايلوسايت and إيزونوفيل وتعطينا المونوبلاست برومونوسايت وآخر شيء المونوسايت. فإذا هسه هنا صارت المحصلة النهائية إنه أعطتنا اللمفوسايت اللي هي أجرانيولر وايت بلاد سيل والمونوسايت والجرانيولر تايب اللي هو نيتروفيل بيزوفيل اند ايوزينوفيل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.